هذه الباصات نتاع نفكودة تودي الحرم 8 ريال. هذا بيقطع والله، ما راح نقص نطلع، ما فيها ما يمشي على رجلي، لا اسمه المسافة بعيدة شوي. هذا الباصات، هذا الاشخاص هذو اللي لابسين جيلي اصفر هما يقطعوا لك الاوراق لمكه، لا الحرم قصدي، انا مكه لا الحرم. السلام عليكم. ما فيها كرب؟ المواقف الباص هذا مليان. قطع التيكت، التيكت هاي، هذه التيكت رايح جاي. هذا تملى الباص، هذا نستنى الثاني احسن، احسن الثاني ولا شو هذاك؟ يجي جنبك هذا؟ لا هو عايز اجلس هنا كيف؟ زحمة زحمة. قريب النفق والكاتبين 4 ريال، غالي 4 ريال غالي. زحمة الباصات وزحمة البشر. زحمة الباصات هنا وزحمة البشر، عاد تمشي على رجلك إلى غاية تعدي البرج الساعة. أنا ماشي بشويش نشوفك. العمارات شوف الزحمة اللي في النفق، بس سيارات وهذا.
زحمة زحمة زحمة، يعني عشان تمشي عمرة صعبة صراحة. برج الساعة هذا في فنادق متعددة، مش فندق واحد، هو برج واحد لكن في فنادق متعددة. هذا بولمون اوتيل ريسورت، ما اعرف ايش، فنادق كثيرة. زحمة بنت كلب. هذا بولمون اوتيل. الرافلز خلاص. كانت زمان الناس تشتكي بالتعب للحج أو للعمرة، تعب ماديا وجسديا، قسما لزمان الحين ألعن من ما مضى. الحين عايز تعمل عمرة تيجي تأجر فندق هنا ما هي مالونها، أضف إلى ذلك التعب البدني، يعني تعب مادي وبدني عشان توصل للحرم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بقدر ما تسهلت الأمور كلها بقدر ما غليت الأمور.